المزيد أيضا حول الوضع السوداني ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة تركيا الأستاذ إبراهيم ناصر الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بكم أستاذ إبراهيم إلى استوديو الرافدين. كما سمعنا قبل قليل المعارضة وتجمع المهنيين السودانيين رفضوا الانقلاب العسكري، لماذا جاء تدخل الجيش مخيبا لآمال الشارع؟ هل كان متوقع هذا السيناريو؟ أولا أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. نبارك للشعب السوداني الإنجاز الذي أنتجته ثورتهم المجيدة. طبعا المعارضة أو التجمع المهنيين السودان أو تجمع المهنيين السودانيين قام بدور مشرف جدا في إدارة الحراك وتغيير النظام. طبعا اهم نقطه هو تحريك الجيش او تغيير الجيش بالجيش، لانه الجيش او للجيش طبعا عمر البشير خطف مصير السودان لمده 30 عام، وخطف مصير البلد ولم يقدم للبلد شيء. فتجمع المهنيين والمعارضه طبعا قامت بهذا الامر او رفض مداخله الجيش لأسباب طبعا يخشون من تكرار سيناريو الجيش الذي كان طبعا الذي أخذ مصير البلاد لهذه السنين. فخشية المعارضة هي كون الجيش هو لا عليها لا يدخل في الشؤون السياسية، بل يأخذ يقوم بعملية أو يقوم بإدارة البلاد لفترة انتقالية تكون بسيطة أو تكون لفتره شهور غير بدل من ان تكون سنين. او طبعا اعلنوا في الاعلان بان الفتره الانتقاليه ستكون عباره عن سنتان، فهذا امر طبعا مخيب للامال. بجانب ان الفتره الانتقاليه مده عامين، من اي دستور الجيش السوداني قال واقر بفتره عامين كفتره انتقاليه؟ طبعا هو للاسف الشديد الجيش طبعا اعلن هذا القرار او اصدر هذا القرار من دون ان يستند لاي سند دستوري، فالغى الدستور حتى، لانه هذا ايضا كان شيء مستغرب في البيان، وهي من الاخطاء التي وقع فيها من تلا البيان بانه القى الدستور، فهذا شيء طبعا ليس بالمعهود. طبعا نحن نريد حكومه او نريد وضع سياسي مهيئة تستطيع المجموعات السياسية تفعل نشاط من دون تقييد للحريات السياسية. فليس هناك سند دستوري أن يقوم الجيش بأن يتخذ قرار ويعلق العمل بالدستور. هذا أمر مخيب أيضا ودفع المعارضة للاعتراض على هذه النقطة. لكن هنا النقطة الأساسية أستاذ إبراهيم، يعني هل المعارضة ستقوم بمواجهة الجيش؟ طبعا نحن السودانيون متمرسون في إزاحة الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت البلاد بيد من حديد. فالمعارضة هي تعلم أنها لا تريد أن تصطدم مع الجيش، لأن مصير البلاد أو معال البلاد سيكون الاضطراب. فأنا أعتقد المعارضة ستكون أو تجمع المهنيين بالتحديد سيكون بقدر المسؤوليه، ويتفطن بان التصادم مع الجيش لم يفرز او لم يعطي نتيجه، بل يؤزم الاوضاع الى اكثر. فبالتالي ستقرر ان 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 تفاوض مع تتفاوض مع قيادات الجيش، وان تكون ان يتفقوا على بعض النقاط بحيث يتغير الوضع بصوره سلسه دون التصادم مع الجيش، وهذا ما اعلم به والرئيس تجمع المهنيين. هناك مصادر في الجيش السوداني قالت بأن الأدوار الإقليمية لبعض الدول، طبعا لن يسمي هذه الدول، هذه الأدوار ساهمت بتصعيد وزير الدفاع عوض بن عوف. ما الذي يحمي السودان من التصعيد ربما من هذه الدول أيضا لزج السودان بحرب بين المعارضة وبين الجيش، ربما تؤدي إلى السودان إلى تدخل السودان في نفق مظلم لا تعرف نهايته؟ طبعا انا اسلفت في حديثي بان المعارضه متفطنه للاعيب او لدور الدول الخارجيه للتاثير على القرار السياسي في السودان. فالجيش كذلك هو داري بان بعض الاطراف الاقليميه منزعجه من اي تغيير ديمقراطي يحصل، بحيث اذا حصل تغيير ديمقراطي سلمي سلس في السودان
سيكون له تداعياته على داخل بعض الدول، وبالتحديد طبعا مصر في حال تغير السودان، او يقدم السودانيون او يغيروا نظامهم بطريقه ديمقراطيه، سيدفع او سيحس بعض الشعب المصري او بعض الشعوب العربيه بالدفع او باجبار الانظمه العسكريه الدكتاتوريه بالتغيير، وبالتالي هي تخشى ذلك. فالمعارضه والجيش كذلك هم عالمين او على درايه بان القوى الخارجيه لها ادوار او لها منافع في ضرب السودان من الداخل. فهذه المرحله طبعا مرحله خطيره جدا، وبالتالي لابد من هي هذه المرحله من المعارضه. يبدو ان هذه المرحله هي مرحله مفصليه، يعني هناك حديث عن تيار ثالث موجود في الجيش، يعني تيار المعارضة وتيار الجيش، بل هناك تيار ثالث أيضا موجود داخل الجيش يتحدث عن عدم رضا عن استلام عوض بن عوف للرئاسة ولفترة انتقالية. هذا الأمر يضع السودان ضمن يعني مشكلة كبيرة. إلى أين ممكن تصل بالسودان؟ طبعا القيادات الحالية في الجيش هي لم تأتي بالترقي العسكري المعروف، يعني لم تصل إلى رتبة الجنرال ثم أصبحوا رؤساء في قيادات الجيش أو في هرم سلطة الجيش. فبالتالي هم قيادات عينوا من طرف البشير، فهذا ما يثير شكوك لبعض القوى السياسية لأن هذا هو سيناريو قام به نظام البشير، بحيث يغير في أشكال الأشخاص وياتي باشخاص معينون ويديروا مرحله، او يخشوا من فتره انقاذ جديده او يعني ثوره الانقاذ تغير في اسمائها وتواصل، هذا ما يخشوه طبعا. فطبعا بعض القيادات في الجيش خصوصا القيادات الوسطى منزعجه من هذا الامر، تريد جيش وطني بعيد عن التحزبات او بعيد عن الصراعات السياسيه الداخليه. فهناك شرفاء في الجيش السوداني بالتاكيد سيعارضوا هذا الامر، سيرفضوا او لن يقبلوا بقياده عوض بن عوف والقيادات الاخرى، لانها معينه من طرف البشير، والبشير طبعا الشعب السوداني لفظه بثورته المباركه. فهذا يدل على انه الجيش كذلك سيكون في بعض او التململات، بحيث تتغير القياده ومن ثم قد يتحسن الوضع الى احسن، وشعب السودان كذلك يكون انتج او يكون وصل او تحصل الى ما كان يطبو اليه. نعم الاستاذ ابراهيم ناصر الكاتب والباحث السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من انقره، شكرا جزيلا لك.